اخر يقول: هل يجوز مسح الوضوء ام تركه افضل؟ واذا قمت الصلاه والانسان في نافله فماذا يصنع؟ هل يجوز مسح الوضوء ام تركه، يعني بعد ما يتوضا يمسح الميه يعني، ام تركه افضل؟ قال عليه من دين فرده وجعل ينفض ما جبته قلت جنابة عليه الصلاة والسلام ينفض ما جبته. أما الوضوء فلم يفرد بشيء ما نعلم، فمن نشي فلا بأس ومن ترك فلا بأس.